تليفونك عم بيرن. الو، ايوه تفضل. نظام حبيبتي وينك انت؟ ليش ما عم تتصلي؟ عفوا، الرقم اللي طالبه غلط، ما في حدا بهالاسم. مجنون هذا ولا شو؟ قال بده رجب. قال صباح الخير. صباح النور. صباح النور صواش، يلا عود كول. كيفكن يا حلوين؟ الهام بنتي صبي شاي لصواش. حاضر. كيفك اليوم؟ منيحة، صرت منيحة كتير. هلا بتشوف رح اكل صحن مليان. دخيلك بس كلي. مصطفى ليش ما نزل؟ إيه الحمد لله، ما عندك حرارة بالمرة. تعبان كتير ماما، ما رح أقدر روح على الشغل اليوم. ماشي، لا تروح ابني، بدك أخذك على الدكتور شي. إيه رح أقلها لإلهام تعمل لك شوية شوربة بمرقة الدجاج، شو رأيك؟ بدي نام. يلا ارتاح، إن شاء الله للمساء ما بيضل فيك شي بالمرة. بعد ما خلصت استاجك شو راح تعملي هلا؟ راح تدرسي؟ هو لازم يكون في شاغر بالأول. بالمدرسة اللي كنت روح عليها عرضوا علي شغل فيها. شو هالشغل؟ بالحقيقة شغلة مو كتير، بس لبين ما يصير في شاغر. عيب يا تشيشك. ماما تشيشك، عملي اللي بدك إياه. عم بقلك عملي اللي بدك إياه. شكرا. مصطفى وينه؟ ليش ما نزل على الفطور؟ الولد مرضان، تركته نايم، عم بيشغلوه مثل العتال بالمستودع. روح على الشوب واسحاب على البارد، وقع بالتخت بالآخر. شو لقيك رجعتي تحمي ابنك شانور خانو؟ الولد مرضان بولات، مرضان. طيب ماشي، بلا ما يروح اليوم خليه نايم. هاي ملفات التعريف. هاي بالانجليزي ديلا؟ اها. برأيك كم شخص رح يجوا ناديا؟ مين؟ فلاديمير ومرته. يمكن تعرفوا بعضكم من امريكا. كان فلاديمير رفيقنا بالجامعة، بس مرته رح نشوفها لأول مرة. يلا ان شاء الله بيصير خير. وين تأخر سواش لهلا؟ البولونيين جايين اليوم؟ ايه رح يجوا. لا تروح على محل خالي، انت كمان لازم تحضر الاجتماع. انا شو لي شغل ابني؟ هلا انتو بتقعدوا بتحكوا بالانجليزي وانا بقعد بتفرج عليكم. وجودك بكفينا خالي. خلاص اتفقنا. يلا بشوفك بالشركة. يلا اشرف. نعم بورا. اوه اخيرا اخيرا ما قلتي لي رقم غلط. نظان حبيبتي متت من القلق. بورا لو سمحت. نظان شو عم بيصير؟ ما في شي. شبكي انتي؟ ليش عم تتهربي مني؟ ليش ما عم بتردي على تليفوناتي؟
انت بتعرف اكتر. نظان لا تخبصي، شو اللي بعرفه؟ ايه شو صاير يا؟ تعالي لعندي شوفك وبتحكي لي شو صاير. لا انا ما رح شوفك مرة تانية، انت عم تلعب علي. شو؟ انت جنيتي؟ ما صار لي بعيد عنك كم يوم، شو هالكلام اللي عم تقوليه نظان؟ اللي اشرف انت من شو متضايق؟ ماني متضايق. منيح. شتي خانم طابت بسرعة. الحقيقة الله حماها. أحمد مورا رجال خطير. ما بيترك المرة الجاي. مع إنه المسكينة ما غلطت أبداً. وإذا بدك الحقيقة كمان ما حدا له ذنب. أشرف. أمور آغا. إذا عندك مشكلة احكي لي بصراحة. لا تلف وتدور. آغا أنا بعرف إنه رح تقلي ما بيطلع لك. بس أنت حكم ضميرك. تشيتشيك خانم مرتك بالقانون. وفوقها بتحبك أكثر من حالها. بلغت عن أبوها حتى ما تمد إيدك على البودرة. ما في مرة بتعملها. والله لو عرف أبوها ما بيتركها عايشة. أشرف بتعرف إنك حكيت المظبوط. هاي المواضيع ما بيطلع لك تحكي فيها. مرة تانية لا تتدخل بشي مالك فيه. على اساس انت مرضان؟ ايه طبعت وطالع. مصطفى لا تجنني، الصبح كنت عم بتموت حتى ما طالعك. ايه صرت منيح، شربت شوربة الصبح واخذ دواء وتحسنت. هذا كله لانك عرقت. لا تطلع قبل ما تطيب ابني، يلا رجع تسطح وارتاح. انا منيح يا ماما منيح، هدي حالك. لوين بدك تروح؟ لوين؟ بدي التقي مع رفقاتي. مصطفى ليك اذا بتتملعن مرة تانية والله غير اللي خلقك ما بيخلصك من بين ايدين اخوك. يا ماما ما رح اعمل شي، يلا بخاطرك. صباح الخير سواش. صباح. صباح الخير سواش بيك، تفضل الشاي. صباح النور. اجت نادية؟ من زمان اجيت وحتى خلصت كل التحضيرات. كتير منيح. وصل فلاديمير شي؟ قربوا يوصلوا، انا بعتت الشوفير على المطار رح يجيبون ويجي. كتير منيح. ايه شتشك كيف صارت؟ منيحة منيحة كتير. شو صار كمان؟ طيبتها عم تقتلني نادية، كتير متضايق. لا تزعل، كل شي بينحل مع الوقت. صباح الخير سواش بيك، ممكن نفوت؟ تفضل محمد. بما انه نادية هون يمكن تحبوا تشوفوا نتائج الشهر. يسلم. شو عم تضحكي علي ياسمين؟ هذا اللي جبتيني عليه على الأساس مكتب؟ هاي خرابة يا، طلعي حواليكي خرابة. أنا رح أشتري لهذا المحل سيبكي، بدي أشتري وسلمه لشي مهندس يزبط لنا إياه. قلتي رح تشتري؟ طبعا، لأنه رخيص كتير. يعني ما بعرف حاجة بقى سيبكي، بكرة بصير بجنن. برأيي إذا مندبر محل نستأجره بيكون أحسن. يمكن شفتوه منيح، شو رأيكم؟ نحن هو... بدنا مهلي نفكر شوي. طيب سيفقي بشو بدنا نفكر لسه؟
لك ياسمين، هذا المحل مهرهر كتير، ما رح يتصلح، فهمتي؟ إذا بتريدي ممكن تعطينا مهلة يوم أو يومين؟ طبعا، بس لا تعطوا لحدا معليش؟ طبعا، لا تشغلي بالك. انت شو صاير لك؟ منفكر شوي، مش شو بدنا نتفرج؟ فلاديمير، سواش، ناديا، ماي دير فريندز، هاو ار يو؟ رائع يا رجل، رائع. شكلك كتير منيح، برافو. وانت كمان برافو. مرحبا. هاي هاي، ار يو هيز وايف؟ ايه، انا مرته لفلاديمير. اسمك عائشة؟ انت تركية؟ ايه نعم. ابني ليش ما قلت لنا؟ عملتها مفاجأة. تفضل. فلاديمير، اوعك تقلي انك بتعرف تركي. اي يعني شوي. ها مصطفى، شو اخبارك؟ منيح، وانت؟ تمام. شلون امورك؟ ماشي الحال، انت شلونك؟ ماشي الحال. شلون اهلوان؟ مناح. وجماعتك؟ على حطة ايدك اخي. عم بتروح على وين؟ من فترة رحت، قعدت هنيك شوي وبعدين اجيت. ما في حدا، انت ما عم تروح لهوني؟ انا عم مل من وين اخي. حسن، اعطينا 2 بيرة. لهلا عم تشتغل بالشركة؟ احيانا عم بشتغل. من أمتى تجوزتوا فلاديمير؟ صار لنا 2 سنين. تتجوز وما بتعزمنا على عرسك؟ ها؟ وبتاخذ تركية؟ بدون عرس، ما عملنا عرس. بتصدقوا حبينا بعض فجأة وتجوزنا بالسفارة سواش بيك. ما بدها عيشة، ما بدها بيك، ناديني سواش وبس. تمام. عائشة أكيد بتكونوا تعبانين، بعد شوي بنبعتكن على الأوتيل مشان ترتاحوا، والمسا بنقعد سوا. بيكون كتير منيح. عفوا، تفضل خالي. هلا. لا انتو اسم خالك هالة؟ وهالة حبيبي بولاط بيحكي مثلنا؟ بس شوي. فلاديمير صار من قرايبنا خالي، تجوز من عنا. مرحبا. ها، صهر اجنبي ما؟ مثل ما انك شايف. ما شاء الله. طبخي لنا شوية برغل على العشاء إلهام. حاضر ستنا الوالدة. أختي؟ أه؟ مصطفى على أساس مرضان. تحسن على الدواء وطلع. بس دخيلك اتركي الولد يشم له شوية هواء. يعطيك العافية مرت خالي. الله يعافيكي روحي. ماما أنا طالعة. خير إن شاء الله، لوين؟ رايحة شوي على السوق. وقفي وقفي، نحن كمان رايحين. ماما بس أنا. يلا فداء، حطي عليكي شي شغله لنطلع، ونحن خلينا نشوف ثيابي. يلا. شلون يعني بيعرف لغتنا؟ بيفهمها كتير منيح، وبيحكي منيح كتير، ما هيك ناديا؟ مزبوط والله، بيحكي منيح، يعني بيقدر يفهمنا. هذا الحب، سمعتي؟ تعلم اللغة مشان الحب. طيب اتفقتوا؟ شو صار مشان المصنع؟ طبعا، فلاديمير رفيقي بالسكن ياسمين، سكننا 2 سنين سوا، وأكتر شي تحملته هو شخيره. يمكن رح نتفق مع فلاديمير. الليلة رح نتعشى معه، نحسب حسابكم. وأنا كمان رح كون؟ طبعا، وأنت كمان. تركك مني. ها ليش وأنت كمان معزوم على العشاء؟ رح نتعشى هون، بتحضر لنا سفرة مشاوي محترمة.
فلاديمير كان صديقنا وهلا صار صهرنا، ما بدنا نخجل قدامه. لا تشغل بالك. شايفين ما احلى الطقس اليوم؟ ايه مو منيح انه طلعنا، يا ريتنا جبنا تشك كمان. لساتها تعبانه. ايه يا ريتنا ما طلعنا لكان، والله عيب من البنات. نبقى مطالع عشيوم. اسمعي صحي، شو رح يصير بوضع تشيك؟ ما بعرف فداء، ما بعرف. لوين رايحة؟ على الحمام اذا بتسمحي لي. اختي حرام تتحملي خطيه نازان، لكن لحقناها بس ما في شيء ابدا. خليني اخذ احتياطي احسن. ما سمعنا اخبار من العشيره اللي حكيتي لي عنها. بتعرفي بهي الشغله العجله مو منيحه، وهن كمان عشيره الى وزنها. جاي على بالي روح وراها. انا ما بقدر اجي. بس انت وعدتيني من كم ساعه عم بستنى. لا تستنى اصلا. شو اصلا؟ شو ما بعرف بورا، ما بعرف. انا لما شفتك لاففه لهديك المره. اي مره نازان؟ اي مره يا بورا؟ الله يخليك ما تكذب علي، شفتكم بعيني. حكيت لك نازان هاي سيفكي وشريكتي، غير هيك صديقتي من 20 سنه. بس كنتوا قراب كتير، اكتر من الصداقه يعني. نازان اذا بدك تتركيني احكي لي بصراحه، وحاجه تخترعي لي هيك حجاج. انا ما عم بخترع حجاج. وين رايحه؟ ايه ايه فهمت عليك، انت خايفه. ماشي ما بدك تكوني معي مثل ما بدك، ما بيطلع بايدي شيء خاطرك. الو بورا. يا كثير هيك قر 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 قر. رحتي ما ماما؟ لا تلاحقيني على الفاضي، تركيني بحالي بقى. عرفتوا انت وفلاديمير؟ انا كنت اشتغل بوارسو بالملحقيه التجاريه، فلاديمير كان يروح ويجي، اجاني من هون ومن هون، وبالاخر طبقني وخلال شهر كمان. بيوم من الايام اجا وبايده خاتم، ركع على ركبته بنص السفاره والناس عم تتطلع علينا. قال لي بتقبلي تتجوزيني؟ شو بعمل؟ بتقولي له ايه؟ هيك بالضبط، وانا قلت له ايه وتجوزنا. انتوا شلون تعرفتوا؟ نحن تعرفنا ببودروم بواحد من البارات. سواش بلش يطبقني، انا فكرته بارمان، فكرته واحد من هدول الملاعين اللي ما بيتاخد على كلامه. قلت له عفوا انا مالي من النوع اللي ببارات. ايه انا حبيتها من اول نظره عيشه، قلت هي 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 اللي عم دور عليها. بس بالحقيقه ما عطتني وش ابدا، حملت حالها وراحت. بس القدر ترك لي علامة منها، لقيتها موقعة سنسالة، حطيته بجيبي وقلت هاي السندريلا تبعي، بس ما كنت بعرف اسمها. ضليت سنة عم دور عليها. شلون تقابلتوا بعدين؟ كمل. القدر، ما هيك حبي؟ بيلعب بالتنتين، واحدة بهاي الجهة والتانية بهديك الجهة. ابو حميد انا بهنيك، ركبت جملة رائعة، فهمت كل شيء. انت شو عم تقول يا؟ عم بحكي عن ياسمين وسواش بالدار. عندي ورقة رابحة ضد سواش بالدار، وعندي ورقة رابحة ضد ياسمين. ايه ضد ياسمين ابنها، هاي بعرفها، والتانية شو هي؟ نادية. هي مديرتك؟ المرأة بتحب سواش بالدار. ايوه عم بتقول انها رح تشتري. ببساطة عم بتقول بدي اشتري وصلحه. بورا شوف انتبه، ما عم بتقول بدنا نشتري ونصلحه، بدي اشتري وبدي صلحه. يعني
يعني عم بتقول هي المعلمة مبينة ما بدها حكي. لا كان يلي بدفع مصاري هو اللي معلم. شو عم تحكي انت؟ المصاري معها سيفجي. عفوا صواش بالدار سحب المصاري غصب عني، والخانم بتشتري المكتب وبتعمل اللي بدها اياه. شوف الحالة اللي وصلت لها. من زمان ياسمين كانت تشتغل عندي وهلأ أنا صار بدي أشتغل عندها. هذا بسببك أنت، أنت يلي سلطتي ياسمين عراسنا، لا تنسي. تركك هلأ من ياسمين يا، مليت من هذا الموضوع. أنا مع الأسف مضطرة لياسمين، ما معي 5 قروش وبعد هلأ ما بقدر روح أشتغل مع وكالات ما بتسوى. الرجاء تركوا رسالة صوتية بعد سماع صوت الصافرة لأن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. بورا اسمعني مشان الله، أنا بحبك، أنا بحبك كتير. كم رسالة صرت بعدت لك؟ الله يخليك خلينا نلتقي. ماشي أنا فهمتك غلط. بورا رجاء شرفت بمعرفتك. وانا كمان. شكرا كثير. باي باي. هذا واجب. منلتقي. منلتقي بسرعة كثير. معناها موضوعنا بنحكي بالاجتماع. ما عم بفهم، عم تحكي بسرعة كبيرة. اجتماع، رح نعمل اجتماع، ميتينج بالشركة. الشغلة خالصة، اتفقنا. تصبحوا على خير. الله وانتم خير. وانتم خير. مع السلامة. يلا تصبحوا على خير. بكرة كريم بجيبكم. سواش هالجماعة كتير ظراف. فلاديمير رجال كتير ظريف، وملاقي مرة أظرف منه. يمكن شغلة المصنع زبطت سواش؟ زبطت جي، بالصيفية بحط الأساس. وأخيرا يا حياتي أنت، كنت متضايق كل هالقد؟ يلا نشرب آخر كاس كونياك. أصلاً يلا أنا رايح. خلدون يلا بقى، لهلا ما خلصت ابني؟ ماشي بابا خلصت. يلا خلدون ابني، انتبه منيح على دروسك. مصطفى لا تتعب حالك كتير اليوم. ماشي. مصطفى موفق بشغله. رايح على المدرسة؟ مثل العادة. اهرب اليوم وتعال معي. لوين؟ لوين ما بدك، في شباب من وان نطلع معهم. لا انا رايح على المدرسة، عندي فحص. لك بلا فحص بلا بلوط، شو بيطلع من المدرسة؟ جهنم اللي داخلك. نعم برنجي. راحت علي نومة يا؟ وانتو ما فيقتوني، قدي صارت الساعة؟ ما فيقناك لأنك اتأخرت بالجاي ابني، قدرت ترتاح يا ترى؟ ايه. وثلاث أيام؟ ما بقدر روح برنجي. لا ما بقدر روح، ايه عن جد. شكرا لأنك اتصلتي فيني. شوفك بالكلية. شو في تشيتشي؟ ابدا، هدول رفقاتي من الكليه، قال بدهم يروحوا رحله عبراق. ايه عم بيقولوا لي مشان روح معهم. وليش ما تروحي؟ هيك بروح مع رفقاتي. ايه طبعا. سواش معه حق بنتي، اطلعي روحي عن حالك شوي. Thank you.
فراش؟ إذا مالك مستعجل ممكن نحكي شوي ابني؟ معناتها بدنا نحكي بمواضيع مهمة ما؟ ياسمين مرة تانية؟ طبعا توقعت هالشي. سواش عود، أنا هلأ صرت جاهزة لأحتضن البنت اللي أنت بتحبها. عملت عيب كبير هديك الليلة، ما بيليق فيني أبدا. أنا شاه نور بالدار. ماما شو أنت شايفة منام اليوم؟ شو عم بصير؟ بالأول بتقلي لي بقى مع تشيتشيك، بعدين بتقلي لي روح حب ياسمين. الليلة شفت المرحوم أبوك بنومي. وشو قال لك؟ قال لك البابا لا تتدخلي بين العشاء؟ قال لي يا مرأة حتى الجنة فاضية ووحشة بدونك. والله أنا ليكني عم بمشي شوي شوي لآخر عمري ابني. انت مو قلت لي بعدين بدك تتركنا وتروح؟ فهمت بتعملها. انا ما بدي اخسرك انت كمان. دفننا اخوك تحت تراب، ومصطفى مبين ما رح يجي منه خير. بس اذا انت بتحمل حالك وبتروح العشيره رح تتدمر. يعني بدك تسيري مشان خاطر العشيره ما هيك؟ انا ما رح اكذب عليك سواش. إذا بدك رأي المرة اللي بتليق فيك تشيتشيك، بس مدام قلبك ما مال إلها، وإذا حملت حالك ورحت العشيرة بتتشتت أكتر. ماشي، خد ياسمين وجيبها، رح حطلك إياها بقلبي. بس أنت كمان بدك توعدني وعد إنه بعد ما موت وروح ما بدك تشيل إيدك عن العشيرة أبداً. إيه، وتكون آغا من أحسن الأغوات. ما ضبط منيح معلم فوزي. والله تعبان كثير. عالدكتور رح روح. لا تقول لأخي الله يخليك، فكرني عم بكذب واحتال عليه. ماشي معلم، تسلم يا رب. حلال عليك. شو بدنا نبقى هون؟ بنقعد شوي وبعدين بنروح. منيح. شو؟ يعني امك ما بدها تعمل قيمة لامي؟ حبيبتي، انت ليش اعتبرتيها هيك؟ انا زعلت كثير مشان هديك الليلة. اعتبريها اول تعارف، وبعدين بنروح بنطلبك. أمك وأختك وجوز أختك وحتى عمر بتيجوا كلكم سوا. لا حبيبي ما بصير هيك. سواش نحن اجينا. فلاديمير. شو اجا فلاديمير يعني؟ اها ماشي، بعدين بنحكي لك. انا ماشي، لا تقرري فورا، فكري بالاول. ماشي حبيبي، سلم على فلاديمير ومرته. بيوصل. مرحبا سواش. اهلا وسهلا. رح وقع كله تمام. لا تتهور، لسه بدنا نقعد ونحكي. نحن دققنا منيح بالملفات سواش، وفلاديمير حكى مع أبوه. بس قال. شو قال؟ أبوه قال ليش ما بتفكروا بمشروع أكبر منه؟ أكبر منه؟ بصير بنفكر. برأيي منطقية كتير. وين المنطق بهالقصة؟ عم قلك عم يطلب أمي تروح لعندها. هاي بتتسمى عزيمة عزيزتي. ايه لا تعصبي، هلأ شو ما قلنا رح تتضايقي. والله برأيي أحسن ما يروحوا لعندكم ويطلبوكي ياسمين. ليش؟ ايه ما في أخت تعرفيهم عليها ياسمين، وما في صهر. برأيي خدي أمك وروحي، بتشوف أمك عيلته، خلي قلبها يرتاح. هاد إذا رح يرتاح طبعا، ماني متأكدة أبدا. وبعدين بتقولي لا صواش عنا ولد، وبتروحوا بتتجوزوا، وقتها يمكن ما تحتاجوا لا خطبة ولا شي. استني لنشوف. من هون ليومين راح على بودروم، بلكي بحكي مع أمي.
شو هالورطة هي؟ برأيي حكي مزبوط يا ليلى، بحياة الله هيك مو أحسن؟ بالله شو فيها أحسن؟ أنا اللي بعرفه أهل العريس بيروحوا لعند أهل العروس. بالعادة هيك بيصير، بس هدول عندهم ولد يا ليلى، ولد عندهم ولد ولسه أهل العريس ما بيعرفوه، حتى العريس نفسه ما بيعرف. ما عم تدخل هالشغلة بعقلي بنوب. أصلاً أنتي مو قلتي إنه المرة ما تصرفت معك منيح؟ إيه طيب، وندمت، قال بدها تعود هديك الزيارة بهي العزيمة. دخيلك، شو هالندم؟ والله أنا لو كنت محلك بروح. خلصنا نوريش؟ بس هيك أحسن يا ليلى، بروح بشوفهم وبعرف مين هدول الناس. شو يعني إذا ما عجبوها بتقلهم ما بعطيكم بنتي؟ ليش ضل فيها ما بعطي حبيبتي؟ صار اللي صار يا ياسمين، بس على القليلة قلبها بيرتاح وبتطمن. وإذا ما ارتاح شو بصير؟ وبركي قلب وشهم قدامي. إذا هيك ليش لحتى يعزموكي؟ ليكو أنا أصلاً رح خبر سواش بعمر. بدك تقولي له؟ إيه طبعاً. لإمتى لسه بدي ضل خبي عنه؟ بيوم كاتب الكتاب بقول له أعطيني البشارة حبيبي، نحن في عنا ولد جاهز؟ روحي 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 شوفي عيلته، هاي فرصة. لهلأ ما اتصل. أنا رح جن، صرت بعت له 3 رسائل صوتية. ماني حابة أتركك هيك أختي، أحسن شي بلا ما أروح. إيه بلا تخبيصة ششك، شو جنيتي؟ يعني رح يتغير شي إذا ما رحتي عبراق؟ برأيك ليش ما عم يتصل؟ ما بعرف، والله رح جن، ما عاد عم بقدر نام، حتى باران انتبه علي، سألني ليش زعلانة هيك ماما؟ أختي أنا رح أبقى. لا لا ما بيصير. صرتي جاهزة؟ اها. يلا لكان. طيب تعالي. عمر شو رح يصير فيه؟ هلا هي مشكلتك ليلى، أنا لشو موجودة هون؟ بدك تروحي يعني؟ اسمعي، والله إذا بشوف منهم معاملة سيئة بتركه وبمشي بنفس اللحظة، حطيها ببالك. إيه طيب مثل ما بدك، أصلاً لو قلتي أنت بدك تبقي أنا ما ببقى. دخيله. خلاص خلاص قلبي. لا تزيديها، يلا روحي اعملي لنا شاي لنشرب وهاتي هالأمور على حظي. وينو تليفوني؟ الله يرضى عليكي. لا تقطعي أخبارك عنا تششك، من وصلتك بتتصلي، مفهوم؟ على راس ياسمين. يلا بنتي حبيبي. شو قالت أمك؟ وافقت بس بصعوبة كتير، قال اللي بعرفه أهل العريس بيجوا لعند بيت العروس. الحق معها، بس مثل ما قلتلك اعتبروها زيارة تعارف. يا روحي ديري بالك على حالك. ايه ماشي اختي، مع السلامة بنتي. رح يجوا بيت اختك؟ لا لسه ما صار شي رسمي. مظبوط، رح اجي انا وماما بس هالمرة مجرد تعارف. ماشي رح سكر هلا، بحكي معك بعدين. ماشي حبيبي، باي. بس اتوصل بتبعتي لي مسج. ماشي. ايه ما بدك شي من براك، تي شيرت او شي شغلة؟ لا يسلم، خدي هاي إلك. شو هاي؟ كمان التصوير، انت عندك بس اقبلي مني هاي. لا ما عندي، ما صار لي فرصة اشتري. شكرا كتير إلك سواش. Thank you.
ليش راح اشرف على وانستنا الوالده؟ رح يجمعوا المحصول لحتى يكون فوق راسهم ويدير باله عليهم. ايه بهالوقت من السنه قديش في شغل بهالبلد؟ ايه الهام وين الورد؟ ما اتصلتي بتبع الورد؟ بلا اتصلت من هون لساعه بيجيبوه. ليش الورد اختي؟ منحطه بالصالون بيفتح النفس. ايه بس الجنينه مليانه ورد. واذا الهام عجلي شوي ما بقى كتير للمساء. حاضر. بتلحق اختي انتي لا تشغلي بالك. ايه هلا بتربطي ايدين البنت بعدين. يعطيكم العافية. اهلين. وانتي ليش وشك هيك عم بينقط سم؟ ابدا بس عم فكر كيف بدنا نتطلع بوش تششك. شو بصير وقت نتطلع؟ تششك قالت له لصواش بعظمة لسانها هي الشغلة ما بتصير بالزور وقالت له انا تخليت عنك. وانتي صدقتي يا ماما؟ شو بصير اذا ما صدقتها؟ نام هلا؟ منيح. خالي نوريش والله ما بعرف شلون بدي ردلك جمايلك. طيب شكرا لك. بتسلم عليكي ماما؟ سلمي لي عليها. وهي بتسلم عليكي كمان. طبعا طبعا بتصل وقت نرجع الله معك. ماميتي تضحكي بقى الله يخليكي. قلبي مو مرتاح ابدا ياسمين. لنقول مضت هالليلة على خير، شو بنعمل وقت اللي بيجوا لهون وبيطلبوكي؟ طمني ما رح يجوا يطلبوني. وليش لحتى ما يجوا؟ لأني رح خبره لسواش بأقرب فرصة إنه نحن في عنا ولد، ورح نتجوز فورا وبدون ما نترك وقت للخطبة. هيك بدك تتجوز ياسمين؟ مو هيك أنا بدي جوزك بنتي. قديش تخيلت اني طالعك بالبدله البيضاء والطرحه قدام ابوكي الله يرحمه. بس هيك صار ماما شو بنعمل يعني؟ الهام رح تخلي الفرن حامي ما هيك بنتي؟ لا تشغلي بالك ستنا الوالدة. وين الهدية تبعي؟ ليك هون. ها لقيتها. شو مشترية؟ مشترية حلق ألماس والله قطعة بتاخد العقل. ايه؟ هاي المرة ما بينحزر عليها أبدا. سكوت سكوت. اهلا وسهلا. اجيت بكير؟ لا اجيت على الموعد بالضبط. اهلا وسهلا ابني. مرحبا. نمشي فورا؟ يلا. شو صار؟ ماما اشترت هديه ويمكن تكون نسيتها جوا. اشتقت لك كثير. وانا كمان. بالعطله بنروح على شي محل. منروح؟ جيت. لا تاخذني ابني إلا شوي كنت نسيتها. شفتي؟ شفت. هذه اللي كنا بدنا اياها انا وياسمين بس نعتبرها اول تعارف. طبعا طبعا. بتشكرك كثير لانك وافقتي. العفو ابني شو هالحكي؟ بس القلوب تكون متفقه هذا هو المهم. ايه
وسهلا. اهلا فيكي ياسمين. خالي، مرت خالي، اختي. اهلا وسهلا. اهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرفوا، تفضلوا نفوت على الصالون. تفضلوا. ليش عذبتي حالك ست ليلى؟ ما كان في لزوم ابدا. العفو مدام، ما في شي من قيمتك، بتمناها تعجبك. تسلمي، شكرا كثير الك. تفضلوا، تفضلوا على السفره. تفضلي ارتاحي. والله جوعوني كثير. ليش عذبتي حالك كل هالقد شهر نور خانم؟ شو هالعذاب؟ هي اكلات من بلدنا، يمكن انتم ما بتعرفوها. تسلمي، يعطيك العافيه. وين اولاد ماما باران وبيلين؟ راحوا مع عارف على الجنينه ليتسلوا. ليش؟ الاولاد لحوا علينا كثير. باران بيكون حفيدي، وبيلين بنت اخي، بنته لبولات. الله يخليهم. تسلمي. ويديمكم. قال انت معلمة متقاعدة. صحيح. نيالك حلو كتير. يا ما ربيتي اجيال واجيال. ايه. انا كنتي كمان رح تصير معلمة. هيك لكان. اول شي عارضت كتير، بس بعدين تذكرت قلت هذا تخلف، وهلا صرت بفتخر فيها. Thank you.